اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا باول فقره عنا لليوم من مطبخ صباح النور. حنحضر مع بعض تشاينيز نودلز او نودل صيني مع الخضار وكمان مع الشريمز او الجمبري. هي اضافه جانبيه ما في داعي نضيفها، مش بس موضوع بخل زي ما كنا عم نمزح وبنحكي، لا بس هي فعلا مش هالاضافه الضروريه، اكيد بتعطي نكهه كثير طيبه للوجبه وبتصير فيها بروتين، بس يعني من دونها زاكيه ومعاها زاكيه. كيف رح نحضرها؟ اول شيء بالنسبه للشريمز، انا استخدمت الشريمز المجمد، الحجم من الوسط للكبير. لما يكون مجمد بنغسله تحت المي بمي فاتره لحتى تروح عنه طبقه الثلج. بعد هيك بنشفه كثير منيح من المي بفوطه المطبخ، وبعدين بمقلايه محميه كثير منيح بنحط معلقتين كبار من الزبده، وبنضيف قطع الجمبري او الشريمز على كل جهه 3 دقائق بالكثير، يعني اذا كان حجمها كبير 3 دقائق، حجمها اصغر دقيقتين بدقيقتين. هاي هي الشريمز، ما بتحمل وقت بالطبخ، اذا طبخناه كثير بصير يعلق. وبعدين واحنا عم نطبخه بنضيف عليه رشه ملح، رشه فلفل، وبنشيله وبنحطه على جنب مثل ما انا عملت. انا اختصرت هاي الخطوه لاني لو عملتها كان حتخلص الفقره، فحبات الشريمز قليتهم 3 دقائق على هاي الجهه و3 دقائق على الجهه الثانيه، رشه ملح ورشه فلفل وتمام. بنفس المقلاي او الطنجره اللي عم بستخدمها بدي اعمل دي جليزنج للي بالطنجره. شو يعني دي جليزنج؟ الدي جليز اللي هو لما بنقلي اي شيء بيكون في البواقي من القلي، هاي بتكون طعمتها كثير طيبه، ما بدنا اياها تروح. فالفكره انه احنا بنضيف اي نوع من الدهون، ان كان زيت ان كان زبده، فلما نضيفه هذا هو صوت الدي جليزنج. بنلاقيه هلا واحنا بنحركه حيطلع كل شيء موجود بالقاعده لهي الطنجره او المقلاي، فاحنا بنستفيد من كل النكهات وما بنستغني عنها. هاي العمليه دائما لما يكون في ستيك، لما يكون في شوي للدجاج او قليله للدجاج كثير مهمه. فعمليه الدي جليزنج يعني كثير بتعطي نكهه طيبه للاكل. هلا ممكن انه بالزيت او بالزبده، فانا استخدمت معلقتين زبده مع قلي الشريمز، وهلا هون يا اما بنضيف معلقتين زبده ثانيين او معلقتين من الزيت. بدنا نبلش نقلي بالخضار. شو عندي اهم شيء؟ معجون التومه ومعجون الزنجبيل. معجون التوم ممكن يكون توم مهروس انتم بتهرسوه، او المعجون الجاهز شو ما كان، ما بفرق يعني. راح اضيفهم هون، وكمان الزنجبيل، اما زنجبيل فريش بتطحنوه على ايدكم او بتهرسوه، او الزنجبيل اللي بيكون كمان موجود جاهز بالسوق. شايفين كل شيء موجود بالطنجره من تحت قدرت اني اطوله، هاي رح يعطيني نكهات رائعه. وبالعاده لما يكون في ستيك بتلاقوهم بيعملوا صوص المشروم على بواقي قطعه الستيك، هاي كثير مهم الحركه. يا ويلي ريحه الزنجبيل والثوم شو قويه. واضح انها رح تطلع خرافيه. هلا بدنا نبلش نضيف بالخضار. اول نوع من الخضار رح اضيفه عندي اياه هون البصل. شرائح من البصل، كل شيء عندي مقطع شرائح طوليه. البصل مقطعته كمان شرائح طوليه، وقد ما بنقدر يكون كلياته رفيع. رح اقلي البصل لحاله شوي قبل ما اضيف باقي انواع الخضار. خليني بهذا الوقت اجي هون واحكي لكم عن النودلز اللي رح نستخدمه. انا عم بستخدم الكانتون نودلز. هلا كل نوع نودلز صيني ممكن نستخدم اي نوع بدنا اياه بالوصفه هاي، ما بيفرق. في عنا نودلز البيض اللي هو بيحكوا له الايج نودلز، في نودلز الطحين، في كثير انواع، بس كل واحد فيهم بيختلف بطريقه الطهي. لازم دائما دائما ان نشوف التعليمات الموجوده على الباكيت. يعني مثلا انا النودلز اللي عم بستخدمه اضفت عليه المي السخنه ومباشره صفيته من المي السخنه وصار عندي طريق وجاهز للاستخدام، خلص استوى. هلا مثل النودلز سريعه التحضير، في انواع ثانيه لا لازم ينغلى، في انواع لازم ينقع 5 دقائق بالمي المغليه بعد هيك بنصفيه وبنستخدمه. فهو يعتمد. عاده الكانتون نودلز كثير بتكون الحبات طريه، فيدوب بنصب عليها المي السخنه وبنصفيها مباشره، عشان كمان تتحمل معي طبخ مع الخضار، لانه اذا هون غليتها كثير او يعني نقعتها بالمي السخنه كثير، بعدين هون كمان كملت لها طهي مع الخضار رح تفرط وتدوب معي. بعد ما قليت البصل عندي شوي رح ابدا اضيف الخضار، رح اضيف الجزر. وتذكروا انه دائما بالاكل الصيني لازم الخضار يضل فيها قرشه، فاحنا ما بدنا اياها تدوب 100%.
او تطرق 100%. راح ابلش من اكثر الانواع اساوي للاطره، فراح اضيف الجزر، بعد الجزر راح اضيف الفليفله، فليفله ملونه، حبتين من الفليفله الملونه، انتم بتقدروا تختاروا اصفر احمر اخضر اللي بيناسبكم. انا راح اعمل تشكيله منهم ونحركهم مع بعض. بعد هيك راح اضيف عليهم شرائح الكوسة، وزي ما انتم ملاحظين كل شيء عندي مقطع شرائح طولية، ما في عندي ولا شيء مقطع تقطيعة غير، ليه؟ لانه انا النودلز عندي اياها كمان بالطول، فاحنا يعني حتى يسهل اكلها مع بعض، اذا كنا مثلا عم نستخدم الاكل الصيني العادي اللي بيتقدم مع الرز بيكون كل شيء مقطع مكعبات، فاحنا عندنا هون الخضار كلياتها مقطعة شرائح طولية. هي هاي الأكلة إذا كنا مقطعين الخضار قبل بيوم مثلاً ومجهزينها بالثلاجة، ثاني يوم رح ياخذ معنا تحضيرها بالضبط 5 دقائق، يعني طبخها كتير سهل، بس هي الوقت اللي حيضيع عنا كلياته بتقطيع الخضار، فإحنا ممكن إنه نقطع الخضار قبل بيوم ونجهزها، وثاني يوم مثلاً بس نرجع من الشغل أو لما يجي موعد الغداء نحضرها ب5 دقائق. وفي عندي خدعة ثانية، يعني صراحة بلجأ لها مرات لما أكون كتير مستعجلة، في بالسوبر ماركتات اكياس خضار مقطعه جاهزه ومفرزه للاكل الصيني، فبتمسكوا الباكيت بتكبوه بالطنجره وخلصت فكت. هلا بعد ما اضفت الكوسه وكل هاي الخضار راح اضيف الملفوف، كميه الملفوف كبيره وشايفين كيف كتار، بس لا تخافوا لانه الملفوف مباشره بدبل وراح نلاقي الكميه اختفت ولا كانها موجوده، فراح اضيفها كامله. وهلا بثواني رح نلاقي انها دبلت ويعني ودابت، فحتى لو كانت كميتها كبيره عادي. هلا انا كل الخضار جايبيتها معايني حتى البصل، فهذا هو وقت الطبخ الحقيقي للوصفه، يعني مش اني انا محضره اي شيء قبل، الشيء الوحيد اللي اخذ وقت تحضير مسبق كان الشريمز، قليته زي ما قلت لكم اخذ 3 دقائق، 3 دقائق على كل جهه، وهي هي، شايفين كيف مباشره الملفوف داب عندي؟ آخر إشي من الخضار هو الفطر، ممكن نستخدم فطر معلب أو ممكن نستخدم الفطر الفريش، ما بتفرق معنا، النوعين بزبطوا معنا. حنقلبهم كمان، وبضل عندي البصل الأخضر، بس خليني آجي معكم ونحرق نحضر الصوص اللي طبعاً كل السر فيها. عبارة عن شو؟ أول إشي في عندي الصويا صوص، ممكن تستخدموها ملح قليل وانتم تعدلوا الملح بعدين، او الصويا صوص العاديه، بس بدكم تديروا بالكم من كميه الملح. يعني ما بعرفي، اهلا نقستيني، جيت انا اعمل لك مفاجاه. يا اهلا، احلى مفاجاه. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. عم نحضر الصوص، يلا نحضر الصوص. اضفنا الصويا صوص وراح نضيف كمان الكاتشب. كاتشب كثير مهم. والعنصر الاساسي جدا الاويستر صوص، او بيحكوا لها صلصه المحار. هي كل النكهه، يعني هم هدول الثلاثه اهم شيء، اهم شيء صويا صوص، اويستر صوص، والكاتشب. بعدين سكر بني، معلقه من السكر البني، في عندي معلقه من زيت السمسم، في ناس بيقلوا الخضار بزيت السمسم، انا ما بحب لانه بنحرق، بحب انا اضيفه زي هيك على الصلصه. وفي عندي السيراتشا صوص، او هي صلصه حاره، فبنقدر نستبدلها باي صلصه حاره احنا موجوده عندنا، مو ضروري نتقيد انه لازم السيراتشا صوص، بس هي اصلها بتكون السيراتشا صوص. ومعلقه من النشا لحتى نسبكها للصلصه عندي. يعني هيدا اساس الصوص، خلينا نقول الصيني اللي بيعملوا اغلبهم باغلب الاكلات، هيدا الاساس. هاي الصوص بتقدر تستخدميها مع النودلز، مع الاكل الصيني. هي هاي الصلصه الصينيه، صينيه. ومعلقه من خل الارز، او صراحه خل ابيض عادي، يعني هو بيضيف نكهه. شو بيفرق خل ابيض عن خل الارز؟ نكهته. نكهه بس. وعندي هون كوب من المي، ومنحرك رح نحركهم مع بعض كتير منيح، وصلصتنا صارت جاهزة. قبل ما أضيف الصلصة رح أضيف النودلز، بعدين بسكب عليهم الصلصة ونتركهم يغلوا مع بعض غلبة واحدة، اللي هي الصلصة تسخن عندي. وقبل التقديم مباشرة بنحط حبات الشريمز على الوجه، وبهالسهولة أكلتنا بتكون جاهزة. الشريمز اللي هن أقل شيء بدهم وقت، اللي إحنا أصلاً أنا قليتهم وجهزتهم. أوكي، يعني عشان هيك نحطهم آخر شيء. بالضبط، يعني أنا رح أحطهم منظر بس. فهلأ بدي أقلب النودلز مع الخضار قبل ما اضيف عليهم الصلصه، حتى اقدر اني احركهم، لاني لو ضفت الصلصه مش رح اعرف احرك. هلا انا قلت لك نص نص مع الاكل الصيني، بس معك ما في شيء اسمه. بس انت شامه الريحه؟ شامه الريحه، انا مش قادره اقول بالضبط، يعني مش قادره اوصف الريحه يلي يعني الريحه لحالها رائعه عن جد.
طيب هلا بالفقره الثانيه شو رح تحضري؟ رح نحضر هلا خلصنا رحلتنا على الصين هلا نروح على ايطاليا هلا بعدين. احنا بالمطار ناطرين ترانزيت هلا بس بدي اقول لك انه البصل الاخضر الجزء الاخضر منه الابيض تحت بنضيفه على الاكله، الجزء الاخضر هو اللي بنزين فيه، فانا بالنهايه رح ازين بالجزء الاخضر من البصل الاخضر وبالسمسم الابيض بالسمسم هذا اخر شيء هذا هو اخر شيء واحنا هيك جاهزين بالفقره الثانيه بنروح على ايطاليا ايطاليا شكرا لك